السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم. أزول فلاو نايت ماديستما، ونعود من جديد لدروس الفلسفة، ودائما مع برنامج بين الحكمة والشريعة أو بين الفلسفة والدين. وهذا البرنامج الذي نبين فيه للناس بأن ليس هناك تناقض بين الفلسفة والدين، وأن الذين يقولون لأن الفلسفة تدعو إلى الكفر والإلحاد فهم يكذبون على الفلسفة. وهؤلاء يريدون إعدام العقل، يريدون إعدام العقل لأنهم لا يستخدمون العقل ولا يريدون استخدام العقل، وهم لم يدرسوا فلسفة ولم يدرسوا علوم، فهم لا يقدرون على الفلسفة طبعا. ولا يمكن أن نعطل العقل أو نعدم العقل، والقرآن أنزل على العقل، بمعنى أن الفلسفة ضرورية وأن القرآن كله فلسفة، لأن الفلسفة هي العقل. ولا يمكن أن نفهم القرآن بدون العقل. وابن رشد يقول رحمة الله على ابن رشد، لأن العقل أقوى من النص، العقل أقوى من النص. ونتناول في هذه الحلقة موضوع الموت من جديد كما وعدناكم في الحلقة السابقة، سنكمل الحديث عن الموت. وفي الحلقة السابقة رأينا أقوال الفلاسفة الغير المسلمين سقراط وأفلاطون وسارتر وكذلك أبيكوروس أبيقور، ماذا يقولون عن الموت. فالموت يعني هو كما يقول يعني الفيلسوف فلاسفة مسلمين، كذلك رأينا رأي ابن سينا وابن رشد والفارابي والكندي. فالكندي يقول بأن الموت هي من تمام طباعنا، وأنها من القوانين، قانون من قوانين الوجود التي فرضها الله بإرادته. هذا الكندي. فابن رشد يقول بأن الموت هي حلقة بين عالمين، بين عالمين، بين عالم الدنيا يعني عالم الحس وعالم الآخرة أو عالم الجوهر. فيعني الفلاسفة الغير مسلمين كلهم يجمعون على أن هذه الروح أو النفس هي أتت من عالم آخر، عالم علوي، عالم الجوهر، وأتت إلى عالم الحس، ويعني هي دائما تريد العودة، تريد أن تعود لهذا العالم. وسقراط يقول بأن النفس هي مسجونة في الجسم، فالجسم هو سجن للنفس، والموت هو الخير الذي يخلص، يعني وأبيكوروس هو اللي قال هذه، الموت هو الخير الذي يخلص النفس من هذا السجن وتعود إلى العالم العلوي أو إلى عالم الحقيقة طبعا. فيعني هذه نستفيد من قول ابن رشد بأنها حلقة بين عالمين، ونستفيد من أقوال الفلاسفة الغير المسلمين وكذلك فلاسفة المسلمين بأن النفس تعود إلى عالمها التي جاءت منه. من هنا نفهم أن النفس كانت قبل وجود الجسد، فهذه النفس كانت موجودة قبل وجود الجسد. ولذلك الفلاسفة كلهم يعني يتكلمون عن فناء الآلة، فناء الجسد، وليس فناء الروح أو النفس. فالنفس لا تفنى، والنفس هي خالدة. لماذا؟ لأنها جوهر، ولأنها كانت قبل الجسد ونفخت في هذا الجسد، طبعا سجنت في هذا الجسد، ثم لما تفارقه بعد الموت، طبعا لما يموت شخص فهي يعني تغادر هذا السجن وتعود إلى عالمها. ما يفنى ويتحلل هو المادة، هو الجسد، هو الآلة. أما الروح يعني فهي خالدة، وهي يعني الجوهر فهو خالد لا يفنى طبعا. وانتقال هذا بين عالمين كما يقول ابن رشد، فهي حلقة بين عالمين، وهذا مهم جدا لأن يوافق يعني هذا الفلسفة، هذه قول ابن رشد يوافق ما جاء في القرآن كذلك، يعني في قول الله سبحانه وتعالى يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها
ومن ورائهم برزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا البرزخ الذي تكلم عنه يعني التراثيون يعني يتكلموا عن حياة البرزخ، لأن هذه الروح أو النفس تذهب إلى البرزخ وتتجمع هناك إلى يوم البعث، ثم يعني تبعث. وهذا هراء، ليس هناك حياة البرزخ. الفلاسفة لا يعترفون بحياة البرزخ ولا يعترفون بوجود البرزخ. لماذا؟ لأن هناك عالمين فقط، الدنيا والآخرة، ليس بينهم حياة ثالثة. مهم جدا شباب، مهم جدا، ركز. هناك حياة الحس، الحياة الدنيا التي تسجن النفس في الآلة في الجسد، لما تغادر بعد الموت طبعا، لما تغادر هذه النفس تذهب إلى عالم آخر لا يمكن إدراكه بالعقل ولا نعلم عنه شيئا. وهذا العالم الآخر طبعا هو بأبعاد أخرى، نحن نتكلم بأبعاد الدنيا، نتكلم بالزمان والمكان وسرعة الدنيا والليل والنهار، والجسم يحيا في هذا الكون ويأكل ويشرب ويتغوط ويتبول وينام ويتناسل يعني ويقلق ويتجر، وهذه عالم الحس، هذا عالم المادة، العالم الدنيا، الحياة الدنيا. لكن العالم الآخر ليس عالم المادة، عالم الجوهر، فهو بأبعاد أخرى. هذه النفس ستبقى هي كما كانت مسجونة في الجسد، بعد الموت تغادر الجسد فقط، فهي تبقى ولكن ستعيش في عالم آخر، ستعود من حيث جاءت قبل أن تنفخ في الجسم، قبل أن تسجن في الجسم، فهي كانت موجودة. إذن قبل أن يخلق هذا الجسد فأين كانت النفس؟ النفوس كلها موجودة، يعني تنفخ في الجسد لما يعني الآلة تصنع، هذه النفس تلتحق بالآلة، ثم بعد الموت تعود إلى عالمها التي جاءت منه، فهي جاءت من عالم آخر، فهي ليست حادث، هي لم تحدث فقط لما خلق الجسد، شيء مهم جدا. وهذا يعني الفلاسفة يعني ناقشوا الأمور بعمق يذهبون بعيد، الفلاسفة العقل، يستخدمون العقل والرياضيات والفلك، ويعني ليس يبقوا هكذا بجانب التراب بجانب المادة. فلاسفة يذهبون إلى يتكلمون عن العوالم، ليس عالم، يعني العوالم، نحن لسنا وحدينا في هذه العوالم، وهذا العالم الذي نحن فيه هو على الصورة الأمثل، هو أحسن ما يمكن أن يوجد. العالم الذي نوجد فيه هو يعني الصورة المثلى، وهو يعني هذه النسخة المثلى لأحسن عالم كان سيوجد، هو هذا العالم الذي نحن فيه، يعني كما سنرى يعني فيما بعد إن شاء الله لما نصل إلى الخير والشر. فيعني لاحظوا يعني أن هذا البرزخ الذي يكذبون عليكم به، وأن الفلاسفة لا يناقشون عذاب القبر، ولا يمكن للروح أن تعود للجسد، هذا شيء يعني لا يناقش وشيء سخيف عند الفلسفة، عند الفلاسفة. ابن سينا لا يعترف بالبعث بالجسد، الفارابي لا يعترف بالبعث بالجسد، ابن رشد لا يعترف بالبعث بالجسد. لاحظوا، لا يمكن أن يكون هؤلاء كلهم على خطأ، ولا البيروني ولا الحسن بن الهيثم ولا كلهم، ولا ابن طفيل، ولا يعني لا حتى أن أبو بكر الرازي لا، هذا ذهب بعيد، صعب جدا أبو بكر الرازي، وصعب أن يفهمه الناس كذلك، صعب، لأنه يظهر شيئا ما يعني فوق ما العادة وفوق ما يعرفه الناس، ربما يكفرونه بسهولة لأنه لا يعترف بالنبوة، وسنتكلم عن النبوة كذلك، لماذا الرازي لا يعترف بالنبوة، لماذا، وليس هذا كافر وهذا ملحد. فلاسفة يعني لا يحكمون، فلاسفة لا يحكمون على الشخص هكذا، يعني تمحيص والتدقيق وفهم الأمور والحكمة والمسائل، ليس هكذا كافر. لاحظوا رزانة وتعقل وحكمة الفلاسفة بالمقارنة مع التراثيين، لا مجال للمقارنة، لا مجال للمقارنة. الذي يستخدم عقله ليس الذي أعدم عقله وينقل فقط،
يعني لا يمكن. والله سبحانه وتعالى أقوى شيء منحه للإنسان هو العقل، أقوى شيء وأحسن شيء وأثمن شيء وأغلى شيء هو العقل، ولا يمكن ألا يعني ألا يستخدم هذا العقل، ولا يمكن ألا يجعل الله سبحانه وتعالى مواضع ويترك مساحة لاستخدام العقل. دائما الله سبحانه وتعالى يترك مساحة لاستخدام العقل. القرآن لما كان الوحي ينزل كان الشرع الإلهي هو الذي يعمل، لا يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أن يعملوا شيء، ينتظرون الوحي. وكان الله هو الذي يشرع، هو الذي يحرم، هو الذي يحلل، هو الذي يضع الأمور. 23 سنة شرع إلهي محض، ليس فيه تدخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يبين للناس. بعدما انتهى الوحي بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم التشريع المدني، بدأ ينظم الدولة انطلاقا من التشريع الإلهي. الآن الناس ينكرون الدولة المدنية، يجب أن تكون الدولة المدنية هذه الدولة التي الإنسان هو الذي يضع قوانينها، طبعا دون الخروج عن الإطار الذي رسمه الله سبحانه وتعالى، فقط أن نطبق النص في التشريع الحالي المدني من المستحيل، أن نطبق النص بدون العقل من المستحيل، ولا يبقى الناس هكذا هذا الغوغائيون، وهذا من المستحيل أن نطبق النص في الشرع بدون العقل، من المستحيل. لما طبقوه تزوجوا الصغيرة اللي عندها 6 سنوات، لأنهم فهموا اللائل لم يحضن هي البنت التي لا زالت لم تحض، هذا هو تطبيق النص، فأصبحت جريمة ضد البشرية. والله لا يظلم، لا يمكن أن يشرع الله بزواج بنت عندها 6 سنوات، فطرة فطرة النفس لا تقبلها. إذا كان هناك وحش يقبل أن يجامع بنت 6 سنوات فهذا خرج عن نطاق الإنسانية، هذا ليس إنسان، هذا أصبح وحش، لأن فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تقبل بعض الأشياء، فقط فطرة فطرة فقط بدون أشياء. فلاحظوا يعني هذا الفلاسفة، يعني أولا ليس هناك عذاب قبر لأن لا يمكن، والغباوة والبلادة يعني في أقصى حلتها وفي أقصى صورتها هي الإيمان بعذاب القبر. وعلى ذكر عذاب القبر، يسأل في قبره، كيف يسأل في قبره؟ الذين أحرقوا لم يدفنوا أين سيسألون؟ الذين غرقوا في البحر هل سيسألون في البحر؟ يعني والله شيء غريب. الذين أكلتهم الوحوش من عهد سيدنا آدم، لأن الذي يسأل في القبر ليس المسلمين فقط، يعني غريب، والله شيء غريب. هذا عذاب القبر، هذا الخرافة وهذا الخزعبلة يجب أن تنتهي في مجتمعاتنا. الشباب إذا حنطوك وأنت شباب ودرست، ويحنطك شخص لا يعلم شيئا جاهل، فهذا عار عليك، فعل ما شئت أنت وعقلك، أنت وعقلك وأنت يعني فعل ما شئت لكن اتبع عقلك واسأل عقلك. فإذا تركت هؤلاء الجهلاء يعدمون عقلك فأنت غير موجود في هذا الكون. وباطن الأرض أولى بظهرها منك، إذا أعدموا لك العقل فماذا بقي؟ يعني بقيت المادة، بقي اللحم والعظام، صورة اللحم والعظام كما يقول الشاعر. هذه فيعني هذا البعث كيف سنبعث؟ أنا قلت يعني عالمين كما يقول ابن رشد، حلقة بين عالمين، عالم المادة وعالم الجوهر لا نعلم عنه شيئا. وأن القرآن يقول وبينهما برزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. معنى بين ورائهم برزخ، برزخ هو واحد حاجز معنوي فقط، شيء بسيط يحجز بين شيئين، وهذا البرزخ هو الحاجز بين العالمين، بين عالم المادة وعالم الجوهر، بمعنى من المستحيل أن تعود الروح للجسد، من المستحيل أن يحيا الشخص من جديد، هذا هو البرزخ كيف يفهم.
يعني البرزخ يفصل بين عالمين، وابن رشد يقول الموت هو حلقة بين عالمين، ليس هناك حياة. البرزخ لا يمكن أن يكون ثلاثة، هي حياة الدنيا والحياة الآخرة، ليس هناك ثلاثة. هذه الروح أتت من عالم وتعود لهذا العالم. ثم يقولون الله سبحانه وتعالى يقول يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون. نعم يخرجون من الأجداث، لكن هل هذا الجسد الذي دفن هو الذي سيخرج؟ القرآن يا عباد الله، القرآن عنده معنى شامل، عنده معنى شامل ومعنى مجازي، يقرب الناس من المعنى فقط، لأن العالم الآخر لا يمكن أن نتصوره ولا نعلم عنه شيئا. لا، كيف أنت مادة وتتصور عالم جوهر، عالم كله جوهر، لا يمكن. وأنا ضربت مثل بالنوم، لاحظ يعني لما تنام فنفسك تتجول في العالم كله بأبعاد أخرى. أنت نائم في الدار البيضاء ولا في باريس ولا في الرياض ولا في القاهرة، أنت نائم ولكنك تتجول في أمريكا وفي أستراليا وفي أوروبا، أو ربما تعمل عمرة، أنك تتجول في بلدان أخرى، يعني أبعاد أخرى. سرعة التي في العالم الآخر هناك سرعة أخرى، وهناك معطيات أخرى وأبعاد أخرى. والجوهر ليس هو المادة طبعا، الجوهر ممكن أن يوجد في أي مكان في نفس الوقت. فلاحظ أن لما تكون نائم وأنت تحلم مثلا بأنك في ستوكهولم، جالس في مقهى وتشرب قهوتك يعني، وربما تتكلم مع شخص، ثم يوقدك شخص تستيقظ وإذا بك أنت واعي تسمع وترى. انظر السرعة التي انتقلت بها النفس التي كانت في ستوكهولم، هي ليست في ستوكهولم، هذا عالم آخر لا نعلم عنه شيئا. كيف هذه النفس رجعت في أقل من واحد على مليون ثانية؟ لا يمكن أن تتصور هذا العالم. ويعني هذا المثل النوم هو جيد، لأنه هو الذي به يفهم الناس ما معنى الموت. نحن نموت كل ليلة، الله يتوفى الأنفس حين موتها، والله يتوفى الأنفس في منام حين موتها، والتي الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها. فالله يتوفى الأنفس التي تموت يعني نهائيا، ثم التي لم تم في منامها، في منام يتوفاها. متى يتوفى؟ من يتوفى؟ يتوفى هي أن النفس تفصل عن الجسد، هذه هي توفية. لذلك حتى هذا سيدنا المسيح لما يقول وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. رافع متوفيك يعني أن النفس فصلت عن الجسد، لكن رافعك إلي، هل رفع نفسه أم رفع الجسد؟ فالديانات الأخرى تقول بأن سيدنا عيسى لم يرفع بالجسد بالبتات. هل رفع بالنفس والصورة؟ نعم، وهذا هو المهم. لماذا؟ لأن البعث بالجسد، الفلاسفة يجب أن يكون الناس درسوا الفلسفة ليفهموا مصطلحات والتفكير الفلسفي ويعني عالم الفلسفة. فالذين لم يدرسوا فلسفة لا يمكن أن يصدقوا الفلاسفة، ولذلك كفروهم، كفروا ابن سينا لأنه أنكر البعث بالجسد. وابن سينا طبيب، هو يقول هذا الجسد مخلوق لهذه الدنيا فقط، بالفرنسية نسميه جو طابل، ها يعني الاستهلاك الوحيد، الاستعمال الوحيد، استعمال الوحيد فقط، يرمى يتحلل يحرق عليه. فهذا الجسد مخلوق لهذه الدنيا، يعيش بأبعاد الدنيا، يأكل ويشرب، والله عمل فيه سيستم، نظام داخلي فيه انزيمات وفيه هرمونات، استخرج الطاقة من الأكل يعني بالهضم، ثم يمتص هذه الجزيئات، ثم الميتوكوندريات داخل الخلايا هي المفاعلات الحرارية التي تحرق الجلوكوز في حلقة كريبس، ثم تأخذ الطاقة ويعني ترمي ثاني أكسيد الكربون مع الماء اللي هو الدخان
لما تحترق هذه الدخان والماء وثاني أكسيد الكربون يخرج من الأنف. الله خلق أنف وخلق طاحونة تطحن الأكل، خلق معدة تمتص تهضم، وكذلك الأمعاء تمتص. هذه هذا النظام، هذا السيستم، هذا النظام مخلوق للدنيا. هذا الخلق، هذه الآلة خاصة بالدنيا، لا يمكن أن تنتقل إلى العالم الآخر، لا يمكن، لأنها تتحلل. الله خلق الجسم يتحلل، يعني خلقه منتهي ينتهي، خلقه يفنى لأنه من مادة، وخلقه يفنى. ونهاية هذه الآلة، نهاية الجسم هي مبرمجة فيه لما خلق، وليس سيقرر له متى تموت. قرار موتك يعني لما خلقت، الجسم مبرمج متى سيموت. يعني هذه أشياء الأبعاد الدنيوية، عندنا عظام ولحم وأعضاء، يعني ونأكل ونتبول ونتغوط أكرمكم الله، ونصاب بمرض والجراثيم، وعندنا نظام مناعة ونتناسل وإلى آخره. هذه أبعاد الدنيا، أبعاد الدنيا. العالم الآخر اللي فيه جوهر ليس فيه هذه الأشياء، ليس فيه مرض ولا جراثيم ولا أعطاب ولا الآلة تتوقف، ليس في الآلة خالدة يعني في عالم الجوهر خالدة. لماذا؟ فهل سنعيش في العالم الآخر بنفس الحس؟ لا يمكن. سنأكل الأكل ونتلذذ ونشرب الماء ونشرب العصير والمشروبات ونشرب قهوة، ويعني نتلذذ بالحس، مثلا المحسوسات مثل الدنيا، لا يمكن. هذا هو الذي جعل هذا الناس يكفرون ابن سينا. ستكون آلة أخرى هي التي لم يتكلم عنها ابن سينا ولا ابن رشد، وهي التي سأتكلم عنها أنا في فلسفتي إن شاء الله، التي ستكون في العالم الآخر، عالم الجوهر، لما يبعث الناس ستكون صورة، سنبعث نعم، لكن النفس ستأخذ الصورة. هل سنأخذ نفس الصورة؟ لا نعلم شيئا. هل الرضيع الذي توفي سيبعث رضيع أم سيبعث شخص آخر؟ هنا في الفلاسفة لم يفهموا ابن سينا ولا ابن رشد ولا الفارابي ولا البيروني ولا أي أحد. هذا هو المشكل. لماذا؟ لأن هل سنكون نفس الأجناس وكأننا يعني خرجنا من آلة، يعني تخلقنا بالقوالب هكذا وخرجنا نفس الإنسان، نفس الطول، نفس الوزن، نفس القامة، أم سنكون مختلفين كما كنا في الدنيا؟ الأسود أسود والأبيض أبيض، واللي عيني زرقين عيني زرقين، واللي عنده شعر أكرد، هل سيكون؟ هذه هي الأشياء التي كان على الناس أن يفكروا فيها. ولذلك الفلاسفة يذهبوا بعيد لما قال هذا ابن رشد، من المستحيل أن نبعث بهذه الأجزاء. ليس ينكر، يقول من المستحيل أن يبعث الناس بهذه الجسم، لكن الناس في القرآن يقول يعني سنبعث، لأن الله في القرآن يقول ستبعثون، وكما خلقناكم أول مرة سنكون، نعم، صورة، سنكون بالصورة التي خلقنا بها في الدنيا، نعم، لأن النفس تأخذ الصورة، والصورة ليست هي الشكل فقط، ليست يعني شكل فقط، يعني هذه شبه، الصورة ليست هي الشبه، الصورة هي الحس والأعضاء يعني الجسم كله، يعني الحواس كلها، هذه هي الصورة. لما تنام فأنت تحلم بنفسك في هذا العمر الذي نمت فيه. الطفل مثلا 12 سنة يحلم بأنه في الحلم، يعني في المنام في حلمه، يرى نفسه ابن 12 سنة، لأن نفسه تأخذ الصورة التي عليها. النفس تأخذ صورته في نيويورك وفي ستوكهولم، هي تتجول. لما يحلم الشخص فالنفس تتجول بصورتك هي نفسها الصورة، وتحس. واحد الشخص كتب لي: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. نعم، لكن الصورة، أنت لما تكون في المنام تحس كذلك، تحس لما يضربك شخص، تحس لما تحرق في المنام، تحس لما يعني هذا، تحس، نعم، الصورة كذلك. لذلك الصورة قلت ليست هي الشكل، الصورة بالحواس، النفس تأخذ الصورة وبالحواس.
ولذا هذا العالم عالم الجوهر لا نعرف عنه شيئا. وهذا هو المشكل، أن التراثيون لم يقدروا على الذهاب بعيدا مع الفلسفة. الناس يقولون يخرجون من الأجداد، كاين آية فيها صراعا، كاين آية فيها كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد. هذه صورة مجازية تشبيهية، الله سبحانه وتعالى فهمنا بأننا سنبعث فقط، هذه صورة مجازية فقط. هذا ابن رشد يتكلم عن الاستعارة في القرآن، القرآن كله استعارة، كله تشبيه. لماذا؟ لأننا لا نعلم شيئا عن العالم الآخر، لا كيف سنبعث ولا. ثم لما الله سبحانه وتعالى الصيحة الأولى والثانية، فإذا هم قيام ينظرون، يعني لما نبعث سنبعث، لأن النفوس عنده ستبعث، يعني الصيحة الأولى والثانية النفوس كلها أمامه بالصورة، ستأخذ الصورة فقط. لكن لو تبعنا هذا الفهم، يعني هذا الغبي للتراثيين، أن الذي سنبعث ونخرج من القبور ثم نتجه إلى أين؟ اللي مدفون في المكسيك، واللي مدفون في أستراليا، واللي ليس مدفون، هل كيف سيخرج من القبر؟ اللي يعني غرق في البحر، واللي أحرق، واللي كيف سيخرج من القبر؟ ليس هناك قبر، كيف سيخرج من القبر؟ ثم يعني يمشي للمكان الذي سنبعث فيه، كيف؟ هل هذا اللي في المكسيك لما ستكون الصيحة وأن سنبعث مباشرة، هل سيأتي من المكسيك هكذا جسدا؟ هل سيأتي جسدا تعود في الروح ويأتي مشيا، ولا طائر سيطير في السماء، ولا كيف؟ يعني كيف هكذا؟ يجب أن نذهب بعيد. فلاسفة على حق، أكيد على حق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وهبنا عقل، وهذا العقل نستخدمه. فالذين يعني أنكروا يعني البعث بالجسد، هؤلاء لم يخالفوا القرآن. ولا تنسوا بأن ابن رشد وابن طفيل وابن سينا والفارابي كانوا يحفظون القرآن، كانوا يقرؤون كتاب الله، وليس يعلمون بأن كاين آيات قرآنية فيها يخرجون من الأجداد، وعاقرين وأن الله يبعث من في القبور، وأن القبور ستبعثر، لن تكون هناك قبور في الأخير. وإذا القبور بعثرت، لما تزلزل الأرض وتسوى القبور ستبعثر، ليس هناك قبور، لا توجد أصلا. فهذه صورة مجازية الله سبحانه وتعالى لكي يقربنا من المعنى، لأن عالم الجوهر لا نفهم فيه شيئا، لا نحن في عالم الحس. يجب أن يبين لنا الله سبحانه وتعالى في القرآن أشياء قريبة منا، وهي عالم الحس، هي استعارة فقط، تعبير مجازي فقط. أما يوم البعث لا أحد يعلم عنه شيئا. فالبعث بالجسد، هذا الجسد لا يمكن، سنبعث بالصورة، ربما أجساد أخرى نعم ممكن بالصورة، لكن ثم يعني الذي الآن يجب أن يدرسه الشباب ويفكر فيه، ممكن توسع أنتم فلاسفة كذلك، لأن ليس بالضرورة أن تدرس الفلسفة لتكون فيلسوف، لا، ليس بالضرورة، بالعكس إذا درست الفلسفة لن تكون فيلسوف. أولا، كيف سيبعث هذا الذي توفي على شهرين وثلاث شهر؟ ما هي الصورة التي سيبعث فيها؟ ثم الذي توفي بعد عمر 600 سنة و 1000 سنة، الناس كانوا يعيشون، ثم الذي توفي يعني بعد 140 سنة وأصبح لا يعلم بعد علم شيئا، هل سيبعث على هذه الصورة أو على صورة أخرى؟ هذا الأعمى هل سيبعث أعمى أم على صورة أخرى؟ الأعرج كذلك، وهل سنبعث بأي صورة سنبعث؟ هذا هو المشكل. كين لأننا لاحظوا في المنام، الشخص اللي عنده 70 سنة يحلم في الحلم يرى نفسه يعني عنده 70 سنة، ما يمكنش أنت عندك 70 وتحلم بأنك طفل، ولا طفل يحلم بأنه عنده 90 سنة. هذه حقيقة يجب يعني تبين عليهم. أنا ضربت مثل، وهذا يبين لكم بأن عالم الجوهر هو عالم آخر، عالم آخر. إنما الناس اللي ظلوكم بالبرزخ راه من ورائهم برزخ، معنى الله عمل واحد الحاجز لكي لا يعودوا إلى الدنيا، لأن من المستحيل أن تعود للدنيا إلى يوم يبعثون، لا يمكن الشخص يحيا من جديد.
هذه هي من ورائهم برزخ وليس داخلين البرزخ عايشين فيه. بمعنى حياة البرزخ هي خزعبلة، هي خرافة، ليس هناك وجود لحياة البرزخ. ثانيا عذاب القبر، ليس هناك عذاب قبر، لا يمكن أن يكون عذاب قبر. والناس حفروا قبور بعد شهر وشهرين، هذا الطب الشرعي اللي عملوا واحد تشريح لبعض الجثث، يعني بعد شهر وشهرين حفروا بعض القبور لم يجدوا فيها نارا ولا رمادا ولا تعذب الشخص ولا أي شيء. ما في، ما يقولك النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها وليس يتعذبون فيها. هذا من جهة. من جهة أخرى لا وجود للنار والجنة الآن، لا زالت الجنة والنار لا زالت لم تخلق، ستكون يوم البعث. كيف ستكون وأين ستكون لا نعلم عنها شيئا. الناس الذين سيذهبون إلى جهنم سيعذبون النفسية التي ستعذب، هل عذاب معنوي أم سيعذبون هكذا بأجسادهم يحترقون؟ لا يمكن. الذين يدخلون الجنة هل سيجامعون النساء ويكونون التمار ويعيشون كما هم في الدنيا؟ لا يمكن، ستكون حياة أخرى ليس فيها بول ولا غائط ولا جماع ولا وسخ ولا قمل ولا برغوت ولا أي شيء. بعض الإخوة التنويريين بدأوا شيئا ما يغيرون النصوص في غير سياقها، وهذا يعني أخشى على القرآن أن يضيع. مدرسة الدكتور محمد فايد تبقى مع النص وتبقى مع ألفاظ القرآن، لأن يعني القرآن جاء لنفهمه وليس لنؤوله. بعض الإخوة بدأوا يؤولون في القرآن، ليس القطع هو القطع، ليس الضرب هو الضرب، ليس يعني هذا النساء هي النساء، ليس له. الله يجزيكم خير. مدرسة الدكتور محمد فايد تبقى مع النص القرآني، نفهمه بالعقل التحليلي ونفهمه بالعلم. وهذه هي مدرسة ابن رشد، هذه هي الرشدية، وهذه هي مدرسة العلماء التي كانوا قبلنا. ما أول النص ولا أخرجه عن سياقه؟ هذا شيء مهم. الشباب إياك أن تنزلق، لأن هناك من بدأ هناك إثناء صلاة كين صلاتين وكين ثلاثة وكذا وبدأ يخرج لها. يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الدين للناس، حج ورآه الناس كيف حج، وصلى وعلم الناس كيف يصلون، ويعني وحدد أمور وشرع يعني من خلال القرآن، وضع تشريع مدني من خلال القرآن. لما حدد قدر العشر وقدر الزكاة والصدقة وكيف يتعامل الناس، هذه هي الدولة المدنية التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما اكتمل الوحي، وليس بالحديث، لا علاقة للحديث بالتشريع. هذه فهناك تأويلات، وأنا قلت أخشى على القرآن من هذه التأويلات، تأويلات خطيرة ربما يعني تنزلق. وهذا نحن نبقى مع النص، نبقى مع ألفاظ القرآن، نحلل قراءة علمية نعم، نستخدم العقل نعم، لكن لا نخرج النص عن سياقه فقط. أنا هنا يعني والفجر وليالٍ عشرين، أو الفجر هي الانفجار، لماذا هي الانفجار؟ إن شانئك هو الأبتر، عليك إن شأنك هي الشأن العظيم، ليس شانئك ليس هي الشأن، الشنآن ليس هو الشأن. فيجب أن يعني حاولوا ما أمكن أن يعني شيئا ما أن تبقوا في أمور معقولة شيئا ما، وفعلا لا تذهبوا بعيد مع هذا الإخوة الذين يخرجون النص عن سياقه ويؤولونه بتأويلات أخرى. حتى وإن أولوه فالخطاب ليس للعموم، لأن ابن رشد يقول هناك خطاب للخاص وهنا خطاب للعام. عامة الناس عندهم خطاب وخطاب آخر اللي فيه فهم والتحليل العلمي للنصوص، هذا خاص بالذين يستنبطون المعنى ويقدرون على العقل التحليلي. هكذا يجب أن يعني يتبع الناس. فمن سياق هذا الموت، الناس كما قلت يخافون من الموت وهم يموتون كل ليلة، فالنفس تفارق الجسد كل ليلة. يعني أنت ميت لمدة 7 ساعات 8 ساعات، وأن هذه النفس هي لا تموت، النفس لا تموت لا تفنى، النفس جوهر، الجسد هو الذي يفنى، المادة هي التي تفنى. هناك من يقول عذاب القبر والنار، في عذاب القبر لن تحس بالنار، حتى وإن كانت هناك نار في القبر لن تحس بها. لماذا؟ لأن جسمك ميت، ليس هناك إحساس. الميت لما تقطع لحمه أو
يعني تؤخذه بإبرة لا يحس يعني لا يحس. فقط لما يعني هناك علي هناك هذا فلسفة البعث كذلك، أنا قلت يعني تكميلا لما فقط ليفهم الناس لماذا رفض ابن سينا وابن رشد وابن طفيل الفارابي لماذا رفضوا البعث بالجسد. لذلك في فلسفتي سأكمل الطريق، أن فلسفة ابن رشد الآن قرون وقرون، يجب أن نكمل الطريق وليس نقف عند فلسفة ابن رشد. فالبعث بالصورة نعم ابن رشد لم يكذب، والتراثيون يعني تعلقوا بالنص ولا يريدون أن يذهبوا بعقولهم بعيدا، فكان عليهم أن يطلبوا من ابن رشد أن يفسر لهم فقط، لكنهم كفروه وابن سينا كفروه، كانوا يطلبوا من ابن سينا أن يفهمهم أن يشرح لهم لماذا. فيعني اقترب، أظن أن ابن رشد اقترب من الحقيقة التي يفهمها التراثيون وهي الصورة، لأن هناك المادة والصورة كذلك، الفلسفة فيها المادة والصورة فيها كذلك المواضيع. نحن نبسط، هذه ليست فلسفة عميقة، هذه نبسط ليفهم الناس كلهم الفلسفة وليحبوا الفلسفة. أنا أريد أن تحبوا الفلسفة لأنها شيء عجيب، شيء عجيب يعني بمنطق العقل، يعني لا يقدر شخص يعني أن يحركك من مكانك، يعني تكون ثابت بفهمك وبعقلك. فهذا البعث البقر بالصورة، لذلك يجب أن يتوقف الناس عن هذا الكلام وأن ننفي تماما وأن ننسى تماما عذاب القبر، لأن الروح تعود للجسد، وأن الناس كانوا يدفنهم أحياء ثم يقولوا بأنه في القبر يتعذب ويسأل. ثم مسألة سنبعث بالأجساد بهذه الأجساد، يعني نفس لا يمكن، ستكون أجساد أخرى، ستكون صورة فقط لهذا العالم الجوهر، لأن عالم جوهر ليس فيه مادة ولا علاقة له يعني بالمادة بالباتات، لأن الأرض ستسوى، ليس هناك سماء ولا ليل ولا نهار، كيف سيعيش الناس؟ ليس هناك ليل ولا نهار، كيف سيعدون الأيام؟ كيف سيعدون السنين؟ يعني كيف سيعرفون الوقت؟ يعني أبعاد دنيوية ستكون أبعاد أخرى نحن لا نعلمها، وقليل الآن من يطرح هذا السؤال. لذلك الشباب يعني لما تناقش الأمور ما يقول لك بأن الله سبحانه وتعالى سينفخ في الصور ثم سنقوم، يعني هل سنخرج من القبور ونتجه إلى مكان البعث، واللي في مكسيكو هل سيكونون لما الله سبحانه وتعالى فإذا هم قيام ينظرون. وهذا الشخص اللي من المكسيك راه يعني اذا كان ما عنده جنحين يطير ولا وسائل نقل ولا عنده براق ياتي به في السماء. المهم هناك شيء يجب ان يفهمه الناس، القران عنده معنى مجازي يقربنا فقط من شيء، اما العالم الاخر لا نعلم عنه شيء. المهم هناك عالمان، عالم الدنيا وعالم الاخره، واللي تكلم عليه ابن رشد والموت هي الحلقه التي تفرق بينهما، وهي اللي جاء في القران والبرزخ. البرزخ هو الحاجز الذي يفصل الآخرة من الدنيا، لا يمكن العودة إلى الدنيا، من المستحيل، لا يمكن. فإلا يوم البعث، يعني أن الله يحيي الموتى، نعم يحيي الموتى، وأنه سيبعث من في القبور، سيبعث من في القبور. هذه الصورة وهذا الشخص الذي دفن وتحلل ولم يعود، الصورة هي التي ستبعث فقط، أما هذا الجسد يعني لن يبعث. هناك يعني أمور أخرى، هي أنا قلت بأن إذا فهم الناس بأن هذه النفس كانت موجودة قبل وجود الجسد، هي ليست حادثة، النفس ليست حادث، يعني نكونوا واضحين، الجسد حادث، كل ما هو حادث يفنى ينتهي، النفس لا تنتهي، النفس لا تفنى. هذه النقطة الأولى اللي يفهموا الناس، يعني باش يفهموا الموت ما يبقاش هذا الخوف. لذا الفلاسفة لما يكونوا يخافون من الموت لماذا؟ جميعهم مسلمين وغير مسلمين لم يكونوا يخافوا لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم سينتقلون إلى عالم آخر فقط، الانتقال إلى عالم آخر فقط، وما هذا الجسد سيبقى في هذه الدنيا يتحلل ويعني يتبخر على شكل غازات، ثاني أكسيد الكربون وأمونيا وهيدروجين وأكسجين، والعظام ستبقى في الأرض. ولذلك الله يتكلم عن الرميم، يعني هذه الرفات هي العظام، لأن الأملاح المعدنية لا تتبخر، ولذلك العظام هي التي ستكون في القبر لما
تحفر قبر يعني على مرت عليه 60 و70 و100 سنة و200، ستجدون الكالسيوم، ستجدون العظام فقط، يعني الأملاح المعدنية هي التي ستجدون، أما المادة لا تجدون المادة لأنها ستتبخر على شكل غازات، ستعود إلى أصلها لأننا مخلوقين من العناصر. كما بدأنا أول خلق نعيده، الإنسان مخلوق من عناصر، من كربون ومن فوسفور ومن هذا كبريت ومن نيتروجين ومن هيدروجين، يعني هذه هي العناصر التي خلق منها. يعني وممكن يعيد الله سبحانه وتعالى خلق آخر، ممكن يكون خلق آخر. إن الله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. يعني وننشئكم فيما لا تعلمون، نحن لا نعلم كيف سينشئنا الله يعني في العالم الآخر. وننشئكم فيما لا تعلمون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. لا يسبق أحد الله سبحانه وتعالى يعني في هذا الخلق في تقدير الموت الذي قال عنه ابن رشد يعني بأنه ثنائية، هذا الوجود قائم على ثنائية الحياة والموت، والموت هي حلقة بين عالمين. وهذا يعني الله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيتم ما تمنون. يعني هذه النطفة من الرجل والمرأة، هل نخلق شيئا؟ لا. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت. والله استعمل الموت هنا ليقول لنا بأنه سينهي هذا الخلق، ليس خالد، سينهي، خلقه لينتهي هذا. يعني ما نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسوقين على أن على هذا، لا يتكلم عن نشأة أخرى، لأن نبدلكم أمثال وننشئكم فيما لا تعلمون. يعني ينشئنا في شيء لا نعلمه. طبعا نحن لا نعلم شيئا عن هذه العالم الجوهر، عن عالم الآخرة، لا نعلم عنه شيئا. ولذلك الذين كذبوا على الناس، وهو إثم بالنسبة لي، وأنا قلت القدسية لله، نحن لا نقدس أحدا، القدسية لله. وهذا الرجل صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالرسالة فقط، الباقي كله بشر. لما لا يمكن أن يعني هذا الرازي يقول لا يمكن الله أن يفضل يعني فئة على فئة، يخص فئة ببعض الأشياء ولا يخص فئة أخرى. الله أعطانا جميعا العقل، بالعقل نصل إلى الله، نقطة على السطر. بهذا أنكر هذا الرازي النبوءة، أنكر النبوءة، ويعني مش بعيد الرازي، مش بعيد هذا أبو بكر، لما كان اثنين الرازي، أبو بكر الرازي وليس الفخر. فهذا يعني هذه النشأة الأخرى لا نعلم عن شيء، العالم الآخر عنده أبعاد أخرى، عنده سرعة أخرى. هل سنعيش بالطاقة من الأغذية؟ لا. هل ستكون طاقة أخرى؟ لا نعلم. عالم الجوهر لا يحتاج طاقة، العالم المادي يحتاج طاقة، أشياء كثيرة جدا تفصل بين هذه العالمين اللي هي البرزخ. لا يمكن للذين توفوا أن يعودوا لهذه الدنيا، يعني قضي الأمر، الجسم سيتحلل، الروح رجعت من حيث أتت، من عالمها التي جاءت منه، فقط ستلتحق بالعالم الذي جاءت منه. ولما تخرج من السجن، لما يموت شخص وتخرج هذه النفس تتخلص يعني تتحرر يعني من هذا السجن، سترى العالم كله، نفسك سترى العالم كله، وستنتقل إلى عالم آخر، عالم علوي، عالم سامي على هذا العالم، هذا عالم الحس وعالم الأوساخ والعفونات والأمراض. لكن الناس يعني الإنسان يريد الخلود هكذا. حتى سيدنا آدم غره الشيطان بالخلود: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. تكونا ملكين يعني لا تأكلون ولا تشربون، أو تكونا من الخالدين. شوف كيفاش غرر هذه الأشياء التي الإنسان لن يصل إليها، أن يكون خالد لا يمكن، وأن يكون ملك لا يمكن. خلقه خلق من المادة ومن نفس، التحقت الجوهر التحق بالمادة، سجنت هذه النفس في هذا الجسد، الموت هي التي تحرر هذه. أعلن هذا أبيكوروس يعني يقول: الخير الذي يحرر النفس من هذا السجن هو الموت. يتكلم عن خير وليس هذا.
فإن شاء الله سنواصل. لازال هناك يعني أشياء كثيرة تقال، لكن يجب أن نمسح هذه الخرافات والخزعبلات التي رسخوها في عقول الناس. هذه عذاب القبر، وهذا الصراط المستقيم، وأن المسيح الدجال سيعود، وأن المسيح سينزل وتكون حياة أخرى ولا شيء. هذه كلها أشياء حنطوا بها الناس ولا زالوا يعيدونها، ولا حديث لهم، ولا يعني يعملون شيئا في هذه الدنيا. والله خلقنا بالعقل كي نبتكر ونخترع ونستخدم العقل ونكتشف الكون ونكتشف يعني الخلق كيف خلق، ثم نصل إلى الله سبحانه وتعالى. لأن لا يمكن للموجودات أن توجد بنفسها، وهو ما تكلم عنه الفلاسفة بالممكنات. لا يمكن للممكنات أن توجد بنفسها، من المستحيل. لا بد وأن هناك موجد لهذه الممكنات، وهناك صانع لهذه المصنوعات، وهو الله سبحانه وتعالى. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.